فتحت أبواب بهجة قلبي صفى روحي رحمة ربي بدون حساب أقبل قمرك بعد غياب للجنة فتحت أبواب بهجة قلبي صفى روحي رحمة ربي بدون حساب مرحب مرحب يا رمضان بقدومك تحلو الأيام ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب مرحب مرحب يا رمضان بقدومك تحلو الأيام ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب زورونا وحتحبونا. الفراشة لأرقى العبايات. سام كنافة مش زي أي كنافة، كنافة طازة من تركيا لليبيا على طول، وتاخد أقل من 10 دقايق على الغاز أو في الفرن. كنافة بالجبنة، كنافة بالفستق، كنافة بالحلوى الشامية، بالشوكولاتة. سام كنافة متوفرة في الأسواق والمقاهي والمطاعم. سام كنافة، خلي الحلو علينا. فينا واحد براني غير هاتوا الهدية مع وسام الفرحة جملية مع وسام الفرحة جملية جيبوا جيبوا الهدية شاركنا وشجعنا شوية شاركنا وشجعنا شوية غير هاتوا الهدية مع وسام الفرحة جملية مع وسام الفرحة جملية جيبوا جيبوا الهدية شاركني وقرب لي شوية شاركني وقرب لي شوية الله عليكم يا فرقة ابناء طرابلس منورين يا نبقوا العيلة فرحانين برنامجنا ملتمين منبقوا غايب على العيد إن شاء الله ديما مجتمعين نبقوا العيلة فرحانين معانا ديما ملتمين منبقوا غايب على العيد إن شاء الله ديما مجتمعين ويا عويلة صلوا عزيز صلي يا مصلي عزيز
سما فرحتنا اثنين. هذا البرنامج برعاية الهيئة العامة للثقافة، مطعم تقسيم للمأكولات التركية، شركة تواصل ليبيا، شركة الحديقة للصناعات الغذائية، وبمساهمة سام كنافة، مطعم وان تو، ماي ليدي لفساتين الأفراح، الفراشة للعبايات الخليجية، وبمشاركة الأصالة للأثاث المنزلي، تريبولي مول، قطمير للتمور، جيجا مول، نخيل الوادي، شيف، توينز شوب، بانوراما للساعات، مركز النواجد. أعزائي المشاهدين، صح فطوركم ونهاركم مبارك، نتلاقوا في حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم أطلع طول. واليوم أطلع طول من أمام مطعم الوان تو حي الأندلس، طبعا المطعم الوحيد وما عنداش مثيل، الوان تو الوحيد اللي في حي الأندلس. اليوم إن شاء الله أطلع طول، حناخدوا متسابقين جدد وبرنامجنا اليوم أطلع طول، وبإذن الله أطلع طول. ويلا يا محمد. مازال مستمرين من امام مطعم وان تو، واول متسابقه مع برنامجنا الليله اطلع طول. الاسم كريم اميره الغرياني. نظارات شمس طاحت. وانت شن اسمك؟ نوفل محمد. شنو اللي داخل فيه؟ تتعبل انت بنايه. نوفل محمد تستر. محمد تستر. انت عارفك نوفل، انت عارف ولده مع عين طير عليهم في العين. وان تو داخل شريع الصير اشبع. تعرف هذا ايه عليهم؟ وهذا اوه هذا ينفع. وانت بسبوسه. بسبوسه بس بس بسبوسه بسبوسه. يلا هاي واول سؤال في برنامجنا اطلع طول، هو مثل شعبي يقول عصبانة في وسط المكتب لا تعرف تقرا لا تكتب. اه يا عصبان. هو مثل شعبي ونبو شن هي عصبانة في وسط المكتب لا تعرف تقرا ولا تكتب. مسران زايدة. عينك من كرياح. أعلي وقلب جاوباني. أعلي وقلب جاوباني. Say what؟ عصبانة في وسط المكتب لا تعرف تقرأ لا تكتب. لامبا. متأكدة اللامبا؟ عصبانة في وسط المكتب لا تقرأ لا تكتب. لامبا ما أنا. لامبا والإجابة صحيحة واطلع طول يلا يلا. وأول جائزة مقدمة في برنامج أطلع طول. هيا ويوي. أول جائزة مقدمة في برنامجنا أطلع طول هي لكنت يا نوفل باهيو. هاي أعطونا أول جائزة، جيبوا للراجل. هاي هاي عندك ثلاثة صناديق عصير من شركة نخيل الوادي وباكو بشكوتي. زيد عشوائي. وش أنت بروحك صناديق حتى من شنو؟ أنت أخوك باهيو. هاي شربها معك. هاي ثلاثة ستيكات عصير زيدها. ونزيدوكم حاجة في شهر رمضان المبارك واللي هي من شركة قطمير للتمور الفاخرة، 14 كيلو تمر. حط يلا كعك عباد تمر. 14 كيلو تمر يلا. يا ثاني هدية من شركة شيف إلا شيف لحفظ المواد الغذائية بأوزان عالمية مزبوطة. شيف إلا شيف هاتي يلا سلف ريم الصبح وطيبي. ومازال طبعا
عندنا هدية مقدمة من شركة الحديقة للصناعات الغذائية اللي هو 10 كيلو مانجا. 10 كيلو مانجا على الفريش في رمضان. تمام. خامس هدية مقدمة من مطعم التقسيم للمأكولات التركية. أعطوك طبعا هذه ماكينة بورديم طنجرة ضغط، بورديم دجاج، لحم، ما تفكري شيء، خذي مهبز في رمضان. تمام. عندك منها؟ ما عندك؟ لا لا خلاص هي جاتك. تمام. هذه مقدمة من مطعم التقسيم الطريق السياحية للمأكولات التركية، وما زال هدايانا مستمرة. هيا وين يا ويو هديتنا؟ وين هدايانا؟ هات. وما زال مستمرين بهدايانا. هيا هاتوا هدية جنية. يلا رايحة مقدمة من توينز شوب. توينز شوب يلا هذه رايحة مقدمة من توينز شوب. توينز شوب قرقارش طبعا للروائح والاكسسوارات. وما زال ما اطلع طول، جيب لنا الاول هدية. هاي يلا هاي تمام. هاي اللي هي رايحة من الميدل واثناش سنبل. سنبل هاي رايحة منك انت ان شاء الله مقدمة من 212 سنبل. وما زالت هدايانا مستمرة ما اطلع طول. هيا جيب. الو مقدمة من بانوراما. وهذه ساعة مقدمة من بانوراما لشارع مختار للساعات. تمام. وما زال ليك انت هدية، تعرف شنو هي ولا؟ هات لي هديتها يا صغير. هاي هذا كوبون من محلات وبيس النوفليين، تمشي تاخذي له لبسة كاملة نتاع العيد كاملة. تاخذي الكوبون وتعطيه له، تاخذي له شنو تبي، لبسة العيد كاملة ان شاء الله. تمام. خلاها عندك انت هذه من محلات وبيس نوفليين. شو مازال انت؟ مازال ايه. هذا مبلغ مالي مليون تو وران تشوفوا فيه ولا مية مية متقمة. هذا مبلغ مالي مقدم من الون تو. مازال. شو مازال؟ مازال من ماي ولادي مبلغ مالي. مبلغ مالي من ماي ولادي لفساتين الافراح طريق زناتة. طبعا ما عنداش حتى هو اي فرع تاني. مبلغ مالي من ماي ولادي. تمام كيو. باهيو شو مازال تاني؟ اعطينا عليه. هاي من سام كنافه. يلا هذه صفره كنافه كبيره مشكله من شركه سام كنافه. شو مازال تاني؟ شو عندك انت؟ ومازال مركز النواجذ لطب التحويط. هذا كوبون من مركز كوبون بقيمه 100 دينار من مركز نواجذ والطب تقويم الاسنان وزراعه الاسنان. كوبون بقيمه 100 دينار. شو مازال؟ لا لا لذيذة. هات لي عندك هات. هذا طبعا مبلغ مالي 100 دينار مقدم من تريبولي مول طريق البيفي. كوبون بقيمة 100 دينار من تريبولي مول طريق البيفي. شو نديتك انت؟ وانا بنعطيه من شركة الأكل. الصالة. صالون. لا. عشان يشوف غرفة أكل. طاولة بستة كراسي من شركة الأصالة اللاتات المنزلي. طاولة معاها ستة كراسي من شركة الصالة اللاتات المنزلي. طاولة كبيرة نتاع أكل. تمام كيو. تمنى أكل. كلمة تقولها للشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك وبرنامج أطلع طول إن شاء الله. الأعياد دائمة. بس. كل سنة هم طيبين. وكل سنة هم طيبين وإن شاء الله قاعدين طيبين وكلكم طيبين. أنتِ وينكم يا؟ يلا هاي يلا هاي تمشي. قاعدين مستمرين مع اطلع طول وباذن الله من امام الونتو والاسم الكريم محمد صديق زراك. يا محمد كل سنه وانت طيب بمناسبه شهر رمضان المبارك. انت والعائله الكريمه شنو اليوم تجول في هايلاندرز اليوم؟ ان شاء الله الحمد لله. عارف هذا كيف يوسف. يلا هاي سؤالنا يقول متحزم تحزيم التركي وقاعد على طريقه ومتبكي. زي تفكر متحزم تحزيم التركي وقاعد على طريقه متبكي. جاوبوا انتم على صفحتنا على الفيسبوك اطلع طول. زيدوا جاوبوا حتى انتم. هاي هي كان نقول لك هي تنتج حاجه تنتج واللي تنتج فيه دواء وعلاج وكنا نحبه. شو تبي بعدك يعني؟ عقرب. كيف العقرب؟ العقرب تنتج واحنا نستفيد مره تنطق فيك وانت مستفيد. ها ولقيتها العقرب
قلت له حاجه تنتج ونستفيد وقال عقرب. لا لا تنظر ما تعطيش. شنو هي؟ بيبي. ماما. بيبي شنو ينتج؟ البيبي هذه حاجه هيك كبرها ولا هيك ولا هيك؟ نحله. شنو هي؟ نحله. شنو هي؟ نحله 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 نحله. النحله واطلع طول. يلا جاوبها صح مش يلا. قام عبيش جلمود الله يبارك. قام عبيش جلمود الله يبارك. والهدية هدية هدية. والهدية مقدمة من مطعم التقسيم للمأكولات التركية واللي هي تنجر الضغط. لا تنجر سكر. هذه تنجر الضغط مقدمة من مطعم التقسيم للمأكولات التركية. هذه تعرف كيف ولا حطوا الدجاجة ولا الحم تلقاها هبين إن شاء الله. نزيدوك حاجة تانية باش تديرها معها. سيلفر شيف. راك تسلفر بيه السيارة. سيلفر هو. حطها بعد الطنجرة ومشي مورك. شيف شركة شيف لحفظ المواد الغذائية تمامه. وشركة الحديقة للصناعات الغذائية أعطتك 20 كيلو فراولة زيادة. 20 كيلو فراولة. نعطوك بمناسبة شهر رمضان المبارك شركة قطمير للتمور أعطتك 10 كيلو تمر. شركة قطمير. وما زال مع شركة نخيل الوادي أعطتك 3 ستيكات عصير مشي بيهم في فورتا في رمضان ومعهم باكو بشكوتي على الفطور. فيكم بارك الله فيكم محمد. شن يعليه وادي؟ هذه التاب مقدم من محلات وبيس. وبيس. هذا تاب مقدم من محلات وبيس للأطفال بالنوفليين. تمام مكي حميد أو. أفتح بيه الفيس تتكلمك لميس. من عمك عليه. هاي مرة جيب لنا وسة شن مازال نعطوا محمد يلا هاي. وعندنا هدية مقدمة من محلات بانوراما شارع عمر المختار. ساعة نسائية مقدمة من محلات بانوراما شارع عمر المختار. هذه اللي كنت فاضلي هاي مازال شنو من محلات 212 زنبل. باي هذه رايحة نسائية مقدمة من محلات 212 زنبل. اعطاها للي جنبك باي خلي يستفيدوا كلهم. شو مازال صبح معانا تاع الشاية من مطعم التقسيم برز نكهة زنكة مليحة. برز نكهة زنكة مليحة. برا مطعم التقسيم انت والعويله كوبون عشاء ولا غداء ولا فطور ولا سحور في مطعم التقسيم السياحي. هاي شو مازال تاني يعطونا الراجل مالي مقدم المقهى وانتو. وين الوانتو؟ وين مقهى الوانتو حاليا؟ هذا مبلغ مالي مقدم من مطعم وانتو. تمام كيو الله فاهم زيدوهم. شنو هاد؟ هذه من ماي ليدي. باهي هذا مبلغ مالي مقدم من ماي ليدي لفساتين الافراح. طلب نيه الاخيره مسكينه ما اخذت شيء معاك يا ولا هاي اضرب هالمبلغ. هذا مقدم من ماي ليدي لفساتين الافراح تمامه. شو مازال تاني ماشي شيء كيو تمتو تي وين مازال هدايا؟ معقوله محمد تبوش تعطوه هدايا؟ ها تي كيف انت باش تجيب له شنو هادي؟ رايحة مقدمة رايحة قنينة من محلات توم شوب للاكسسوار ومواد الزينة قرقارش. تمام كيو الامور تمامه. قنينة مقدمة من محلات وبيس للاطفال. هذم كبيرات ما شاء الله ما همش اطفال اصغر منهم كان عندكم في العيلة تمشي تاخذ له لبسة العيد من محلات وبيس نوفليين. تمام كيو ماشي احمد هكي وادي فرارة. Thank you.
محمد؟ ان شاء الله. توقعت هديتك من 1 2؟ لا والله. لا والله. ريت الحصينه. ان شاء الله الله يبارك. في وين يقعدوا؟ ان شاء الله. وهذا حصان مقدم من 1 2 هاي الاندلس. هات حمد هات نبي بي شو طولها بي في الشارع. لا تو كنت حبيبي. هاي هاي وين راويتشك غادي حبيبي؟ ترى شده ارخلي. لا لا ما يقدر سلم للراشد اعطيه. سلم. هاي اعطيني مولاه. هاي ما يبيش يسلم. هاي استلم اعطيه. حول حول. لا لا ولا لا فالح فالح. يلا هذه هديتنا من 1 2 اللي هي حصان، ونقول لنا كلمة للشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك وبرنامج أطلع طول ومطعم 1 2. نهني الشعب الليبي المبارك بعيد شهر رمضان المبارك، ونهني البرنامج القيم أطلع طول، وكل سنة وهم طيبين إن شاء الله. وكل عام وكل عام بخير وكل سنة وهم طيبين بإذن الله. وكلا راه مش تخليه يضرب الشر إن شاء الله. تمام. وكل سنة وأنتم طيبين ومازال مستمرين من أمام المطعم 1 2 حي الأندلس مع أطلع طول. ويلا أطلع طول يلا. شارك وادخل معنا السحب يوميا على 100 باقة انترنت من ليبيانا، و50 كارت رصيد بقيمة 10 دينار، و30 كارت رصيد بقيمة 30 دينار من ليبيانا، و16 قسيمة تسوق بقيمة 100 دينار من تريبولي مول، و3 شاشات سامسونج 32 بوصة. يوميا طيلة شهر رمضان المبارك. باش تشارك في المسابقة زور الموقع التالي tawasol-libya.com وانطلق. الخير واصل مع تواصل. وبإذن الله بناخده متسابق من على 1 2 أول واحد وقف على الكاسة. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. مبارك عليك حالك. الله يسلمك. تفرجتوا على برنامج أطلع طول ولا؟ إيه إن شاء الله. إن شاء الله. نقول بخش أول واحد موقف على الكاسة بخلوه يشارك معنا. الله يبارك فيك. سلم. اسمك كريم. وداد علي. طبعا إحنا في اليوم مطعم ال 1 2 طلبتي حاجة؟ إيه والله كيف نطلب؟ كيف نطلب؟ إيه إن شاء الله. اللي بنسألوك. باه إن شاء الله. وإذا اللي بتختاريه؟ شام. على اطلع طول. حسان جاوب. ها؟ أه؟ حسان جاوب بسرعه. تاكدوا. هيا نمشوا هيا. اه ان شاء الله. هاي سؤال حلقتنا اللي اطلع طول شنو يقول؟ شنو هو اليوم الاكبر؟ اما هو اليوم الاكبر؟ ولا لا لا خليك ما تسمي. تقول لا لا سميش. 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 اليوم الاكبر. اه وي وي راك تسمي. يوم الجمعة. يوم عرفة. ها؟ يوم عرفه شنو يديروا فيه؟ يحجبوا. يوم الاكبر هو يوم عيد الذبح. يوم ايه يوم عيد الذبح حلو. عيد الذبح حلو. يوم الاكبر يوم ايه هو عيد الاضحى. مظبوطو. مظبوط 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 مظبوط. نحروا نحر نحروا نحر زين حركتها لو واللي شافها صحيحه واطلع طول يلا هيا. وأول هدية مقدمة في برنامج أطلع طول. هاي جيبوا لنا هديتها. جيبوا هدية رواسي وأيوب. هذوما ثلاثة ستيكات عصير من شركة نخيل الوادي ومعهم باكو بشكوطي قرمش يا ها؟ حب البشكوطي عصير مش ليك أنت بس. راه معاك رواسي وأيوب راه. وعندك هدية مقدمة من محلات الـ 212 سنبل. رايحة مقدمة من محلات 212 سنبل.
هاتر تقول لا با شنو يا لو هادي هادي ساعه شنو هي ساعه نسائيه مقدمه من محلات بانوراما شارع عمر المختار ليك انت الساعه معنا هاي هادي ساعه مقدمه من محلات بانوراما شارع عمر المختار تمام وتا الساعه جاك بدل تليفون توا من شركه التواصل الامورك تمام الله يبارك فيك تسلم مسار ما طلع طول جيبوا لها شنو هديتها هذه هديه لميني لايوب هذا كوبون تمشي لي محل وبيس غادي النوفليين غير خليه واش دخل على اولادك نايه هذه هديتك مقدمه من محلات وبيس النوفليين تمشي ماما تاخذ لك لبسه العيد كامله باهيو منت انت عاد لبسه العيد ها مانها باه وعندك هديه من شيف 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 ربيع يوم بس عليك هذا سيلفر شيف لحفظ المواد الغذائيه طيب بكر في شهر رمضان وسلف ان شاء الله الله يخليك انت بعد رمضان والله قاعده نص نص يا وصلتك بضاعه رمضان تمام شو مازال ثاني هيا اعطونا الهديه وين هذي الناس وين هذه قليت بطاطا عندكم لا لا باي هذه الاقتصاديه مقدمه من مطعم التقسيم للمأكولات التركيه يلا هاي هذه طبعا ونعطوك بمناسبة شهر رمضان المبارك من شركة قطمير للتمور 17 كيلو تمر من شركة قطمير يلا هاي هذا تمر من شركة قطمير ونعطوك هدية بمناسبة شهر رمضان العصير الفريش 20 كيلو فراولة و10 كيلو مانجا من شركة الحديقة للصناعات الغذائية مقدم من مقهى مطعم وان تو وين يجي يا قهوة على بصة هيا نوا وان تو مبلغ مالي من مطعم وان تو حي الأندلس ما عنداش فرع تاني بكل هذه 100 دولار مقدمة من الوان تو هذه صفيرة كنافة في رمضان للعيد مشكلة من شركة سام كنافة هذا مبلغ مالي كوبون مقدم من محل من شركة مدهش لمواد التنظيف لميس والحوش نظيف هذا مبلغ مالي مقدم من ماي ليدي لفساتين الأفراح طريق زناتا شركة ماي ليدي حتى هي ما عندهاش فرع آخر والله اليوم المبالغ المالية هذا كوبون طبعا اليوم تتعشي في الوان تو لكن هذا كوبون من مطعم التقسيم تمشي غدوة يا فطور يا سحور يا شيء هذا كوبون بقيمة 100 دينار من تريبولي مول عرفتي تريبولي مول اي وان تو دار لك يا شيء مشكل هدية من وان تو جيبوا له عشاء ها يا يلا ها يلا حطوا لنا هذا مقدم من قائمة مطعم وان تو اعطاه لك مشكله يمكن اعطاه لك الليستا كلها الله يبارك فيك صحيح ديما تجي وان تو لا والله هذه ثاني مره كلمه تقولها للشعب الليبي بمناسبه شهر رمضان المبارك وبرنامج اطلع الطول بمناسبه حتى هو شهر رمضان المبارك مشكورين وبارك الله فيكم ان شاء الله كل عام حيين وان شاء الله يدوم ربي يهني علينا البلاد وان شاء الله ديما افراح يا ربي يا سيدي صغيرتها ما فيش يلا كل سنه وانتم طيبين يلا مازال مستمرين معكم يلا قاعدين مستمرين من داخل مطعم الوان تو وقاعدين مستمرين داخل مطعم الوان تو ان شاء الله ومع اول متسابق والاخر متسابق اهو شنو اسمك انت ما شاء الله شنو اسمك انت مي شو تدير هنا قول انا تعشوا هاي السلام عليكم كيف حال مدام الله يسلمك صغيرتك هذا صغيرتي ان شاء الله ربي يسلمهولك ان شاء الله ربي يخليهم طبعا معنا في برنامج اطلع طول نسالوك مثل شعبي وكانك جاوبت عليه اطلع طول ان شاء الله حتاخذي هديه باذن الله ان شاء الله تمام يلا هاي خليه لوطه تو جاوب مع ماما هاي هات هاي تمام يا ويوي هاي مثل انتعنا اللي يقول اليوم برنامج اطلع طول سمينا في التركينة مازال
زمان يشربوا فيها المي. جرة. شنو هي؟ جرة. اسمينا في التركينة والجرة والإجابة صحيحة. أطلع طول يلا. وأول هدية من أطلع طول لي محمد. قلت لي لا مؤيد. مؤيد. شاشة مقدمة من شركة التواصل للهواتف المحمولة. ما زالت هديانا مع أطلع طول. كوشة مقدمة من محلات 212 السنبل. يلا ونزيدوك سيلفر شيف لحفظ المواد الغذائية. مش في رمضان الطيب بكري إن شاء الله. إن شاء الله. تمام. هذا مبلغ مالي مقدم من مايلادي لفساتين الأفراح طريق زنات جديدة. فضل مدام. وما زال هديانا مستمرة. لوا شنو هديتهم الصغيرة؟ مبلغ مالي مقدم من مدهش لميس. مبلغ مالي يو. هذا مبلغ مالي لمواد التنظيف لميس زي ما قال عليوة. مبلغ مالي تاني يا مدام. تمام إكيو. زيدوكو. يلا هاي زيدة. شو بتزيد عليوة؟ الويوي سام كنافة. سام كنافة الصفرة كبيرة كنافة. عليوة شنو هديك ميكملوش شمالة؟ ها؟ هاي عليوة هاي. يا ليوة. هاي شنو هادي؟ هادي رايحة. من مني؟ من توم شوب. من توم شوب. رايحة مقدمة من توم شوب للإكسسوارات ومواد الزينة. يلا تفضلي مدام هاي. تمام. مجموعة بانوراما. هادي ساعة مقدمة من محلات بانوراما شارع عمر المختار. تفضلي. تمام. مازال هادي أنا معها أطلع طول. بإذن الله أطلع طول. هات يلا هاي. حتى كان قصير طوله. أوس. هاي. 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 ها ها. هذه هدية من محلات 212 السنبل. باهيو. تفضلي مدام. تمامو. وما زال ما اطلع طول. ما زال ما كملش الخير. شنو هذه يا لهوى؟ هذه كابون مقدم المحلات وبيس. تمشي يشرو له ملابس العيد كلهم كاملة تامة. ما شني هاي مختام. هذه يا مدام يمشي لمحلات وبيس النوفليين وياخذ بش العيد ان شاء الله. تمام. مختام ليك انت. هذه ليك انت شده. ما زال هديتنا بمناسبة شهر رمضان المبارك الحديقة لصناعات الغذائية زي ما عودتكم 20 كيلو فراولة و10 كيلو مانجا. يلا هاي. وما زال مستمرين مع أطلع طول. هدايانا ما زال ما تمتش بإذن الله. شو ما زال يا ويوي؟ وربحت معانا كوبون من تريبوني مول طريق البيفي. تعرفين كوبون؟ في منا بضاعة رمضان ان شاء الله. هذا كوبون من تريبولي مول طريق البيفي. شو مازال تاني؟ هات هاي وين؟ مازال كوبون مقدم من التقسيم. باي هذا كوبون مقدم من مطعم التقسيم للمأكولات التركية. تفضلي يا مدام هاي. شو مازال تاني؟ شو مازال؟ خش يا صغير. هذه للصغويرة من شركة نخيل الوادي. ثلاثة ستيكات عصير في فورتا ومعاه باكو بشكوتي. ليك انت يا هذا يا غالي. باهيو. ها يضحك. ليك انت بروحك. يوم اشرب فراولة يوم اشرب مانجا ومرشي الامور. باهيو. يلا شو تاني مازال؟ هاي خطمير خطمير. بمناسبة شهر رمضان المبارك شركة خطمير اعطتك 17 كيلو تمر. يلا هاي من شركة قطمير للتمور الفاخرة. وما زال هدايانا مستمر. شو ما زال؟ طاولة أكل من بتاع لصالح. هذه الطاولة أكل ستة كراسي من شركة الأصالة للأتات المنزلي.
انت طالبه طلبيه هذه وجبه عائليه طلبه طلبيه وجاك عشان مشكل اللي موجود في الليسته كلها هذه طبعا مقدم من 1 2 هايلاندلس طبعا كلمه تقولها للشعب الليبي بمناسبه شهر رمضان المبارك وبرنامج اطلع طول مبارك عليهم شهر رمضان المبارك ان شاء الله نعاد عليهم بالخير ان شاء الله كل عام هم حيين كل سنه والشعب الليبي كله ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين ويلا ان شاء الله كل سنه والشعب الليبي كله بخير ومازال مستمرين من برنامج اطلع طول نكون اليوم وصلنا لنهاية حلقتنا طبعا نشكر كل من ساهم في نجاح هذا البرنامج برعاية شركة الحديقة للصناعات الغذائية وبرعاية مطعم التقسيم للمأكولات التركية وبمساهمة كل من الونتو الأصالة لتات المنزلي التواصل وجميع الشركات اللي ساهمت في نجاح هذا البرنامج ونقول لكم مني أسامة الزياني نتلاقوا في حلقة جديدة ويوم جديد لا تنسوا صفحتنا على الفيسبوك أطلع طول تصبحوا لألف ألف ألف خير ويا عويلة صلوا